حنا كنطالبوا بلي هذا السوق ديال المولي الشريف إيه اللي في جيت مارشي الدجاج ما بغيناش ندخلوا ليه، حنا كنا نبيعوا ونشريوا على برا بخير لما لك الحمد. دخلونا هذاك السوق اخويا راه تخنقنا، واش فهمتي؟ هذا السوق راه اخويا ما حنا عندنا مصاريف بزاف، عندنا وليدات، عندنا كرا، وعندنا موضوع، واش فهمتي؟ بزاف المصاريف. واش انا دابا كنخلص 1000 درهم ديال الكرا وعندي الموضوع وعندي ليكوش وعندي الحليب، واش انا غادي نجبدهم من هذا السوق؟ راه ما يمكنش نجبدهم من هذا السوق، راه خاصني نخرج على برا ونبيع ونشري، ولا يديروا لنا حل يحيدونا من هذا السوق ويديروا لنا سوق اخر الفوق اللي فيه الرواج. كنطالبوا يبدلوا لنا هذا السوق، حنا ما بغينا والو، يحيدوا لنا هذا السوق من هنايا، راه السوق ما مسلكناش هذا اللي هنايا، خصو يبدلوه لينا وصافي. هادشي اللي كنتمناو منهم خويا. السوق ما خدمش لينا، خرجنا تقهرنا فيه، خرجنا تقهرنا، قلنا اولي ما خرجنا، حنا كنبيعوا ونشريوا، حنا من الناس القدام ياك، خرجنا بدينا كنبيعوا ونشريوا. بحال حنايا دابا البارح دازت الحمله دات لي 50000 ديال السلعه، اطول خيري واش غيعيشوا خيري بواحد فقير؟ انا فقير، عندي بنيه الله زيدها عندها شهر وكاري ب 700 درهم وموضوع امراه، اقسم بالله وبنتي دايره على رجليها، يلا كنمشي ندوي عند سميه الشرقاوي في المدينه، اقسم بالله وداو لي 50000. كنطالب اخويا بحاجه واحده، يديروا لينا السوق، بغيناش بغينا نعاني. وحنايا حنا واخا مشات لنا السلعه الخليفه على الله، ما كنطالبوهمش السوق، الا حنا غنبركو وغنرسيو. هادشي اللي كنطالبو به اخويا، ما كنطالبوش شي حاجه واعره ولا صعيبه على الدوله، كنطالبو السوق حنا نبيعو ونشريو ونريحو ونبيعو ونشريو في العشيه، نجمعو زبنه ونجمعو طوا منه ونحيدو، حنا ما عندناش مشكل. خويا ما خدمش لينا، ماشي حنا انت كاين شانطي، ما كاينش فيروجات، اقسم بالله ماش فيه واحد خدار، ماشي باش ايكلي فهاد السوق، ما فيهش فيروجات، عباد الكليان كيتشكاو منه ماشي حنا. حنا درنا المجهود والكمال على الله، ولكن ما ساعدناش الحظ، درنا مجهودنا والحظ ما ساعدناش في هذا السوق.